السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم، معكم محمد زيد ومرحبا بكم في فيديو او درس جديد اللي حنتعرفوا او حنتعلموا فيه نصائح بسيطه ممكن تساعدنا على ان نختصروا وقت اكثر حتى نديروا حاجات او نجربوا او نتعلم حاجات جديده وممكن تخلي حياتنا ابسط بطرق معينه. في الفيديو او في الدرس هذا حنتعرفوا على شيء ممكن يساعدنا هلبا وبشكل كبير في ان نتحصل وقت اكثر في الوقت اللي نصرفه فيه في الدراسه او في المرحله التعليميه، وبرضه ايضا انجاز اكثر، يعني اقل وقت دراسه او اكبر انجاز ممكن. بثلاث نصائح بسيطه ممكن اي شخص يقدر يطبقها من اليوم الاول، لكن التحدي او الفكره او الشيء الصعب هو في الاحتفاظ او التعود عليها. وممكن ثالث نصيحه حتكون تحدي لبعض الاشخاص اللي ما يحبوش يشاركوا المعلومه. الثلاثه نصائح هذه قعدت مده طويله وانا ابحث عليها حتى نقدر نشاركها معاكم، وامس حاولت اتاكد منها اكثر واكثر من عده خطابات في تيد اللي حكينا عليها مره لو تفكروا، وحنحط لكم اللينك الخاص بالفيديو اللي حكينا عليها في تيد في صندوق الوصف اسفل الفيديو. وخلونا حاليا نبدا في النصائح. النصيحه رقم واحد ممكن سهله لاي شخص، ممكن كلنا حنحبوها، هي بس ان تاخذ بريك او مرحله راحه. مرحله راحه لمده 10 دقائق بين كل مثلا وحده او وحده، يعني بكل شيء بين مجموعه اشياء تقراها او تحفظها تاخذ 10 دقائق راحه وتكمل باقي. يعني مثلا احنا عندنا كتاب، عندنا امتحان مثلا او امتحان جامعه او ايا كان، عندنا امتحان مثلا في 3 شيتات او في 4 مثلا وحدات او 4 ابواب دراسيه، نقرا مثلا 2 ناخذ بريك 10 دقائق ثم نقرا 2، مهما كانت نقسمهم على اجزاء، يعني طبيعيا مش حناخذوا كل مثلا صفحه او كل صفحتين نروح وناخذ بعدها 10 دقائق بريك، كان هذا الموضوع حياخذ لنا 8 ساعات عشان نكمل البريك، احنا نبغى نختصر وقت، فقسموهم لثلاثه او اربع اجزاء كبيره وكل ما نقرا جزء ناخذ بعدها 10 دقائق بريك. الشيء هذا حسب الدراسات حيساعد بان الشخص يقدر يسترجع الحاجات اللي هو حفظها بنسبه من 20 ل 30%. النصيحة رقم اثنين ممكن هي تحدي فيها بسيط شوية، ان حاول تسمع او تراجع على نفسك، يعني ببساطة بعد مثلا ما نقرا زوز وحدات او زوز شيتات ثم ناخذ بريك 10 دقائق، قبل ما نبدا نقرا في الشيتات الزوز اللي بعدهم او الاثنين اللي بعدهم، نحاول ندير كويز او تيست لنفسي سريع وبسيط في التو او في الزوز او في الاثنين الوحدات او الشيتات اللي انا قريتهم مسبقا. يعني ممكن يكون ببساطة ان نسجل صوت يعني نفتح مثلا تسجيل صوتي ونحاول نذكر كل البيانات اللي انا قاعد بتذكر فيها، او نكتب مثلا الاسئله في الورقه الخارجيه خلال فتره البريك في بدايه اول دقيقتين، بعدين نقعد 8 دقائق بريك، وبعد ما يتم الدقائق البريك هذه او العطله او المرحله البسيطه هذه بتاع الراحه، بعد ال 10 دقائق على طول بعد 8 دقائق بس بعد خلصنا منهم زوز، نقدر نحاول ان نجاوب شفهيا في تسجيل صوتي الاسئله اللي كتبتها في الورقه، وبعدين نمشي نرجعها من الكتاب او من الشيت حسب التسجيل الصوتي اللي انا قاعد اسمع فيه سجلته في تليفوني او موبايلي. حاول ممكن نكررها اكثر من مره قبل ما نمشي للوحده اللي بعدها اللي هي تتكون من شيت او 2 او 3 او وقت حسب التقسيم اللي احنا درناه. وبعدها ناخذ 10 دقائق بريك، اول دقيقتين نكتب فيهم اسئله في ورقه فاضيه، 8 دقائق بريك، بعدين نحاول نديروا تيست لنفسنا في تسجيل صوتي للاشياء اللي احنا قلناها. الشيء هذا ممكن يكون متعب ويقول لك لا نقرا طول وخلاص، لا، ان نقدر نقرا طول نختصر الوقت والنصائح او الادخالات هذه، لكن عند حتجي فتره الامتحان او الاختبار ممكن حتكون اننا نسترجع البيانات اللي قريتها عمليه اصعب اكثر، الانجاز فيه حيكون اصعب اكثر، لكن بالنصائح هذه ممكن حننجزه اكثر بهلبه، وممكن كل حد يجربها ويحط النتيجه الخاصه به او الشيء اللي هو جربه في صندوق الوصف في التعليقات اسفل الفيديو. وننتقل للنصيحة ثلاثة واللي هي الأصعب أو الأكثر تحدي لبعض الأشخاص مش للكل، هي شارك المعلومة مع غيرك. حسب الدراسات يعني أثبتت أن ممكن حوالي 60 ل 70% من المعلومات اللي الشخص يقدر يسترجعها بعد وقت هي بتعليمها، يعني ببساطة أفضل طريقة للتعلم التعليم، يعني أنت التعليم مقصود به أنك تعلم غيرك، يعني ببساطة بعد ما تكمل مثلا ال4 شيتات اذا هم كانوا 4، بما ان بعد ما تطبق الخطوتين الاولاد بما انك مقسمهم لزوز شيتات زوز شيتات يعني لمرحلتين، ونديروا فكره مثلا المرحله الراحه او العطل المؤقته هذه اللي هي تكون 10 دقائق زوز دقائق يكون فيها اسئله، 8 دقائق ناخذهم راحه، بعد 8 دقائق نسجلوا صوت اسئله تنكرناها في زوز دقائق من الراحه في البدايه، والى كذلك بعد ما نكمل الخطوتين هذول في الاكيد نقدر احنا ال4 شيتات هذه ما بعد احنا كنا متاكدين ان احنا قلناهم نقدر نعلمهم لغيرنا. احنا
احنا مش استاذ، احنا قاعدين طلبه اساسا. نقدروا ببساطه في الجروبات على السوشيال ميديا اللي احنا متواجدين فيها مع الطلبه الثانيين، نقدروا نشارك معاهم هايلايتس مثلا، ان النقاط هذه انا حسيت ان هي مهمه ممكن تجينا في الامتحان. مش لازم كل حد يكون اناني، الانانيه ما تفيدش. وبكل بساطه وكلنا نقدر نتاكد من البحث هذا ونحن فين قبلني، هل ممكن هي هذه النقطه الثالثه هي اكثر نقطه لقيتها في كل الاشياء اللي انا حاليا بطلعها، هي ان افضل وسيله للتعلم او لحفظ البيانات اكثر وللانجاز اكثر بالنسبه للمرحله التعليميه، مش بس الدراسه الاكاديميه، برضه حتى الدراسه الاخرى. يعني حتى مثلا حد مبرمج، عالم، دكتور، مش هو يقدر يمارس دي مهمته بطلاقه او بمهمه كبيره، يعني بدرجه كبيره من المعرفه والخبره، وحتى يمكن يشتغلها ويحس انه هو خبير فيها. انا شاركت معرفتها مع التاني. نقدر نقول ان الفيديو هذا تم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا به واستمتعتم بالفيديو هذا ويكون مفيد هل بالنسبه لكم. يا ريت كان استفدتم منه وتحسوا ان النصائح الثلاثه هذه اللي ممكن حاليا نراجعوهم، ان ناخذ 10 دقائق راحه بين كل مجموعه دراسه، مثلا كتاب وكتاب، او بين شيت وشيت، او بين فتره دراسيه بسيطه وفتره دراسيه بسيطه اللي ممكن تكون مثلا ثلث ساعه او نص ساعه. ناخذ 10 دقائق راحه ونحاولوا دائما نسمع على نفسنا او ندير تست لنفسنا وللمعلومات اللي احنا حاليا كيف قدرناها بعدها مباشره. ثالث حاجه ان اللي احنا تعلمناه نحاول نشاركوه مع غيرنا وبملخصات، يعني مش شرط نعطيه كل، نقول انا قريت وحفظت وممكن يكون هيك، ممكن نلخص لنفسي ان انا نقول هذه مهمه وهذه مهمه وهذه مهمه، نقدر نشاركها مع الثانيين حتى هم يعرفوها. يا ريت كان تحسوا ان الفيديو هذا ممكن يكون مهم ومفيد لغيركم، تشاركوه معاهم. ويهمني هل بتعليقكم او رد الفعل الخاص بكم حول الفيديو في صندوق الوصف، في صندوق التعليقات اسفل الفيديو. ان شاء الله نلتقي في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.